خضار ورقية إيش معنكم؟ سبانخ، جرجير، أي إشي عندكم إياه. بدنا شمندر مسلوق أكيد، بدنا بندورة كرزية ملونة، هلأ رح أفرجيكم إياها. جبنة موتزاريلا، بس في البيجي زي العيدان، هلأ بفرجيكم برضو كيف شكلها. وكوب من الجوز المكرمل رح أكرمله قدامكم. أما الصلصة فبدنا نص كوب من زيت الزيتون، ربع كوب عصير ليمون، بدنا عسل، خردل، ملح وفلفل. أستاذي الكريم تفضلي. عملنا هاي الخطوة من قبل ورح أعيدها. رح أحط شوية عسل على النار، تقريبا هيك معلقة. أوكي، ورح أضيف لهم شوية زيت نباتي، إشي لا يذكر يعني. شو منزل كتير يا سمير. يا تمام. أوكي، هلأ هدول التنين مع بعض بدي إياهم يسخنوا شوي، ما كترت لأني عاملة كمية بسيطة. وبدي أحط عليهم حبات الجوز اللي عندي عشان يعني العسل يلبس الجوز وبصير هيك مدبق ومكرمل وكل شيء. طب هلا انا الجبنه اللي مستخدمتها حكيت موتزاريلا، اذا ما لقيتوا تقدروا تجيبوا الجبنه المجدله كمان بتطلع كثير طيبه معهم. هدول الموتزاريلا اللي بيجوا زي الاصابع اكيد شفتوهم. ايوه ابي ما اسكاهم. شو عامله يعني مطوله بالي كثير عن جد مقشرتهم كل هنا ونزلتهم فيعني تسليت عليهم صراحه. فراح احط كميه منها في الوسط. اوكي بهاي الطريقه. خذ تسلع الباقيين اذا بدك. تسلع الباقيين اوكي هني يعني. والله بارك الله فيكي. اوكي، وهلا رح نبدا نحط الشمندر حوالين الجبنه بهاي الطريقه. باكل جبنه استاذ، باكل جبنه موزاريلا. نعم والله يعطيني صحة وهنا. انا اعطيته اياها والله يعطيني. هاي زياده زياده بعدين انا جبني ما بقدر اقاومها استاذ. شايفين كيف بدنا نحط الشمندر بهاي الطريقه؟ طبعا سالقينه عادي ومقشرينه. في ناس بيحبوا يشوه بالفرن بيصير، بس السلق الطف يعني. طب هون في عندي بندوره، هاي البندوره الكرزيه شوفوا ما احلاها سمير. طلع بالله الالوان. الله. شوف الالوان هاي شريتهم من صيدليه. مدللتكم اليوم عن جد، شريتهم من صيدليه شيء. اذا رد بتقولي جايبه هاي البندوره. بعدين ثلاث الوان شايف. هلا صراحه حتى مو حابه اخرب شكلها، جعبالي اخليها هيك زي ما هي، احطها زي ما هي ولا نقيمها؟ لا خلينا. لا ما يعني خلينا نقيمها. يعني بدك تتصور جنبها. هلا بخبي لك اياها. اذا هون عندي ماسترد، شوفوا الخردل ما رح اقيدكم فيه، هذا اللي انا مستعملته اليوم اسمه هول جرين ماسترد، فيه حبوب الماسترد. تمام عندكم اياه اوكي، ما عندكم اياه بدكم تستعملوا ديجون اوكي عادي، بدكم العادي اللي هو الماسترد لونه اصفر اوكي. تمام اي شيء موجود عندكم. رح احط عليه زيت الزيتون ورح نحط عليه عسل وعصير ليمون.